أسعد الله أوقاتكم أحبتي المشاهدين، حياكم الله من البصرة مجددا. نلتقيكم بتغطيات خاصة من برنامج صباح هنا وجولاتنا في البصرة مستمرة. خليجي 25 هو الحديث الشائع اليوم في العراق عموما والبصرة تحديدا، وفي كل مكان تتجول به بالبصرة تلقى أعلام دول الخليج منتشرة. هذه الدلالة وهذه الرمزية واضحة على أهمية كأس الخليج. من البصرة تواجدنا في مكان حيوي جدا ومهم لدى أهالي البصرة والبصراويين تحديدا، وهو مول بصرة تايمز سكوير. هذا المول الرئيسي والحيوي واللي يتواجدون به البصار، وتحديدا من البصرة من تايمز سكوير. أهلا وسهلا بكم مجددا من البصرة تايمز سكوير. أحمد الحاج، برنامج صباحا هذا عنوان الرئيسي لحلقتنا، خليجي 25 هو الشعار الأبرز. نبدو يا عوائلنا الكريمة من البصرة ونسولف وياهم عن أهمية كأس الخليج. حياك الله. أهلا وسهلا خالد. الله يبارك فيك. والله اليوم نتحدث عن خليجي 25، احتفال مهم للعراق عموما. من البصرة أول شيء؟ من البصرة. من البصرة. هذا الاحتفال اليوم الأهمية لأداء البصرة؟ طبعا الأهمية، وإحنا مكيفين يعني جايين من الخليج عندنا، حتى انا من ذاتي يعني جايين ناس ببيتنا. ما شاء الله. اي والله. بيتك؟ ببيتنا جايين. ما شاء الله. من خارج البصرة؟ من بغداد اجوني. من بغداد. ومن الرمادي. ما شاء الله. اصدقائي ولدي والله. ضيفتوهم؟ ضيفيهم طبعا. يبارك فيك. اي والله. حلوة هاي العلاقات، طيبة. اي طبعا العدسة شو اسمه، من نروح غير مكان ما يضيفون الا والله الشي. يضيفوكم ويرحبون فيكم. بس اليوم البصرة كرمهم كبير. اي طبعا. مو معروفين. يعني البصرة ما حد مثل كرمهم ابدا. نعم. والله والله يلوق لكم انتم بعد، انتم طيبين. والله ما اكو مثل كرم البصره. تشوفين حلو الخليج اليوم بالبصره؟ اي طبعا. الناس يتجولون جاي اشوف ايش فيه هواي عالم. حلو. يعني من دول الخليج جاي اشوف يعني. زين البصراويات ما يتعبن بهذه العزوبيه لا ليش تتعب؟ احنا هي العزوبيه. والله ليش والله تتعب؟ بارك الله فيك. اي والله. شو تقولين لاخواننا واخواتنا الخليجيين؟ شو تقولين؟ اهلا وسهلا بهم على راسنا، حتى لو اجي للبيت اهلا وسهلا اضيفهم. الله يحفظك، شكرا جزيلا ومبارك الله فيك. الله يسلمك. حياك الله. السلام عليكم شباب. السلام عليكم. حياكم الله. شلونكم؟ تعالوا تجمعونا ليش بعيدين؟ من البصره؟ كلكم بصره لو من وين؟ لا كلنا من الشمال تقريبا. شمال العراق؟ اي نعم. حياكم الله. كركوك؟ كركوك. حياكم الله. كركوك كلكم؟ والله الحويجه. الحويجه. حياكم الله. يعني هم كركوك. قضاء تابع الكركوك. صار لكم قد بالبصره؟ والله تقريبا ساعة من دخلنا البصرة. ساعة هاي هسه دخولكم؟ اي هسه دخلنا. حلو. أول ما جيتوا تايم سكوير؟ مول تايم سكوير؟ أول ما جينا تايم سكوير. زين، شنو اللي دفعكم تجون من كركوك للبصرة؟ والله دفعنا طبعا هي زيارة الخليج 25. أها. هاي فرصة لنا إنه نزور المنطقة الجنوبية. هاي أول زيارة لنا. أول زيارة. عن نفسي أول زيارة للمنطقة الجنوبية. حلو. مرينا لها وكل الأجواء حلوة وطيبة. جيد. أهلها ناس طيبين، استقبالهم شيء حلو جدا. حلو. وتايم سكوير من المعالم اللي معروفة. صح. كانت أول زيارة لها. جيد. وإحنا متشوقين صراحة يعني. حلوة هاي العلاقات بين كركوك يجي البصرة ومن البصرة يروح للرمادي. حلوة. لا علاقاتنا قديمة همينة خلال الدراسة يعني وخلال العمل لكن ما صارت فرصة حتى نجي للجنوب العراق. جيد. هذه كانت فرصة لنا. حلو. مثل ما قلت يلتمون أهل الجنوب وأهل الشمال والوسط بهاي المنطقة الحلوة والحبيبة. نجاح 25 مهم مو عند العراقيين عموما؟ كلش كلش مهم. يعني خليجي 25 يعني عبارة عن عراق مصغر صار بالبصرة. حلو. مختصر يعني هالمختصر مفيد. تمام. شفنا أبو الجنوب، شفنا أبو الشمال، شفنا الأصدقاء. بالصدفة جينا هنا ولقيناهم موجودين. صح. من البصرة، من الناصرية، من كركوك، من بغداد، من الموصل حتى. حلو. كثير أصدقاء تعرفنا عليهم وشفناهم هنا من زمان ما شفناهم. تمام. حياك الله. السلام عليكم. أيوة. شو تقول لأخواتنا الخلايج اليوم داخلين متجولين؟ مثل ما قال للخليج، ما قال للخليج نفس ما قال. وش يقول؟ يقول الدكتور. حياك الله. السلام عليكم. شو تقول لأخواتنا الخليجيين؟ طبعا نقول لهم أهلا بكم ونورتوا بلدكم. هذا بلدكم أيضا وبين أخوانكم وكل الهلا بيكم إن شاء الله. الله يحفظك. اليوم كركوك محتفلة أكيد. جايتها مو بالبصرة؟ أكيد أكيد. الله بين أخوانا يعني إحنا جايين ندعم هاي البطولة ونجاح هاي البطولة. حياكم الله. تحياتنا لكل كركوك ولكل أقضية كركوك. تحياتنا. شكرا جزيلا. حياكم الله.
السلام عليكم سيد. وعليكم شلون السلام. شلون الصحة؟ الحمد لله ماشي. حياك الله. من وين؟ البصراوية؟ لا أنا لبنانية. حياك الله. جاية كرمال يعني استيعبت إنه هلا صار في خليجي 25. أنا بحب الفوتبول فحابين أنا ورفقات نروح نحضر بالملعب. استيعبت ما لقينا تيكت هلا ناطرين لحتى ينزل تيكت لنقدر نشتري. إن شاء الله. يعني انتوا جايين خصيصا لخليج 25؟ لا مش خصيصا بس ساعدت نحن وهون وعملوا البطوله فبدنا جيد نروح اليوم. يعني كل العرب معناها محتفله مع بان الخلايجه فقط طلعوا العرب ايضا يحبون. لا بالعكس يعني هلا بما انه نحن بالعراق عم نشجع هيدي الشغله لانه بتعزز شوي من علاقات الاخوه والعرب بالضبط خاصه انه ترجع تجمع العرب صح. مع بعضهم فرصه كثير حلوه خاصه كمان انه العراقيه هيدي عندهم الضيافه الكثير زايده اسم الله فحلوه. هو هاي حلوه مو زايده اسم الله لانه هواي ياكلون العراقيين زايد اسم الله بيستقبلوا العالم بطريقه كثير حلوه يعني. زين انت عندك اصدقاء رفيقات بالبصره؟ ايه عندنا عندنا معارف هون. جيد. اللبنانيين طبيعتهم ياكلون شيء دايت بسيط صح. والبصاروا ياكلون لحم وهبايه. عندنا مشكله مع قصه الاكل. ايه يعني نحن بنعمل اكلنا فلازم تجيبون كتاكل اللبنانيين يستاهلون. لا نحن بنعمل اكلنا بالبيت يعني بس في شوي الكباب ايه شوي قريب ما كانت فيها كثير دهن. كباب ناشف. مش دهن. مو دهن. دهن مش دهن. هاي اقل شيء عند اللبنانيين يدورون كباب شيء بسيط حتى لا يطلبون لا يوصل للليفل المفلطح. لا لا اكلنا خفيف نحن غير خفيف. بس هو مختصر انه هو كرمك عالي عند العراقيين والبصار وتحديدا. بالضبط دائما عندهم هيدا يعني مضيفين بشكل مش طبيعي. صح. بيرحبوا بالواحد كثير بطريقه. شو تقولي للبصار والبصراويين تحديدا؟ يعني هيدي البطوله كثير حلوه انه فتحت مجال للعراقيه وللبصراويه خاصه انه يفرجوا الطبيعه الحلوه تبعيتهم النفسيه الطيبه. صح. اللي عندهم اياها وان شاء الله يعني بالنجاح دائما وبالتوفيق للمنتخب العراقي كمان. اللي معاش لبنانيه ولا عراقيه؟ لا لبنانيه. خلينا نشوفها تعال صار فينا تعال خلينا نحكي معاش. يلا تحياتنا لاخواتنا واخواتنا اللبنانيين اللبنانيات. شكرا كثير. تحياتنا لجارتنا لبنان. شكرا جزيلا لكم. شكرا كثير. الله يحفظكم. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الصحه؟ حياك الله. تعال السلام عليكم. انت اليوم لابس هاي الغطاء الحلوه. وعليكم السلام. شلون الصحه؟ بعد قلبي. الله يخليك. وشلون اموركم؟ والله الحمد لله تمام. أنا من الفلوجة. والنعم حياك الله. حياك الله. حي اصلك. من وين؟ من الاهواز. والنعم حيا الله بعد قلبي. شكرا جزيلا على هذه اللمه العراقيه. يعني اشوفك لمه حلوه. اي ان شاء الله كل لمه حلوه وكل اماكن من كل المحافظات من كل المحافظات هنا كلها متواجده وان شاء الله يعني الامور كل زين هنا بالبصره. زين هذه مو رساله كبيره للعرب عموما للعالم بالنسبه للامه العربيه هاي يعني هذه رساله. اي نشوف التجمع هنا من كل المحافظات يعني الناس الطيبه اللي جاي البطوله اللي جاي هنا يشوف اهله يعني هو هذا شكل العراق الحقيقي مو؟ طبعا يعني هنا متجمعين احنا هنا متجمعين يعني من كل المحافظات من كل الطوائف. احد سالك انت من وين؟ لا احد قال لك انت فلوجي؟ صار لي 3 اشهر اشتغل هنا بالبصره اشتغلنا بالملعب شارع المطار يعني ابد ما سمعت يعني شيء يعني ما يحسسوك بهاي ابد ابد مستحيل ناس طيبه يعني خاصه الحمد لله. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الهواز شلونها؟ الهواز نعمه. شمرت عصا عن الحدود العراقيه. شمرت عصا ولكن نجي هنا مرتاحين كلش. نحس روحنا بالهواز. جاي. بالله العظيم والنوب العزوبيه الكرم والاحترام اهل البصره. صح. احترامهم ويعني ملقاهم الخاص يعني كلش احس روحي بعد اهلي. بالله العظيم واي فرق ماكو الهواز والبصره. اللهجه مالتكم نفس لهجتكم. نفس لهجتكم كلش. كلش يعني ماكو اي اختلاف. اي والله. ايش قد تبعدون عن الحدود العراقيه بالجانب الايراني؟ 100 كيلو. 100 كيلو. 100 كيلو داخل ايران 100 كيلو. أي. مو؟ اي نعم. بس انتم رايحين جايين بصر. رايحين جايين. قريب عليكم. اي قريب عليكم. اقرب من احنا بغداد على البصره والفلوجه. واغرب من الاهواز مثلا تريد تروح الطهران. اي بعيده طهران عن الاهواز. بعيده كلش بعيده بس البصره كلش قريبه علينا يعني نجي نتونس خميس جمعه انه بخصنا الايام. من يشجعون هسه انتم؟ العراق. العراق. اي. مو؟ اي العراق. أي. اكيد طبعا ما كلنا واحد بس العراق البصره العراق يقول من سلمه وحسيت ما بي حصره
حيل انا والله ارتاح لاهلك يا بصره. الله والله تفتحون البصره وانا مرتاح. شكرا لكم والله يحفظكم. حياه الاواز والفلوج الحبيب. حياكم الله. حياكم الله. شكرا جزيلا. خلينا نشوف عوائل الكرام. السلام عليكم سيد. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا. شلون صحتكم؟ انا عيني مرحبا. اهلا وسهلا. بصره؟ نعم. شلون البصره؟ والله البصره نور، نور العراقيه. والله صحيح. من اهلها، من كرمهم، من طيبتهم، فاتحين اهل البصره بيوتهم لخليجي 25. اليوم الناس كلها تحكي عن البصره، رغم هم ماخذين صوره غير صوره على اهل البصره بانهم يعني زين. هي شو اسمها؟ شو اسمها؟ فيحاء. لا لا اعطيني اياها الاسم بس بلهجتكم اهل البصره. هي اسمها بصره لو بصره؟ بصره. بس اكو يقولون بصره؟ لا دي شنو مي بصره؟ ها؟ لا بصره. اي بس اللهجه مال بصاره يرفعون الكلمه تمام؟ اي بعد هنا لهجه البصره. معروفين بها لهجه البصره. زين البصراويين ليش هيك حلوين؟ تعاملهم وضيافتهم من زمان. من زمان احنا هاي هاي ماخوذه يعني عن بصره حلوه. كرم اهل طيبين. البصره معروفه من زمان يعني مو هسه. صح. يعني كانت البصره من قديم الزمان مفتوحه بيوتها. وكانوا يعرسون بالبصره؟ كانت فندق شط العرب. كانوا يجون اهل بغداد. صح. اهل الكربلاء يجون يتزوجون بهذا الفندق مشهور. صح. على شط العرب فعلا. واليوم شط العرب يزهي بوجود هذول الدول الخليج اللي جتي والبصره ترحب بيهم. فرحانين بدخول الخلاجه بالبصره؟ اي طبعا طبعا شلون ما نفرح. هذا رفعت راس العراق بالنسبه له لان تعتبر البصره هي بوابه العراق. صح فعلا بوابه مهمه على الخليج العربي. يعني فعلا الخليج العربي فعلا. واليوم احنا نرحب كل ضيوفنا وكل اهلنا من قطريين من سعوديين من اماراتيين من كويتيين. صح. من اليمن نرحب بهم. زين اليوم نسوان البصره ما يتعبن من الطبخ والعزوبيه وهاي الاعداد اللي قاعد تطوب للبصره؟ بعد احنا معروفين اهل الكرم يعني بيوتنا مفتوحه لاي واحد. انا اتمنى اشوف لي عائله. اها. اتمنى بيتي مفتوح له. انتم حتى نساكم تشذبون بال بين الخليج وهاي وضيفون بهم. حب الخليج يعني احنا ترى الكويت قريبه للبصره. صح. حتى لهجت اهل الزبير كانما كويتيين. صح. 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 وعلاقات بيناتكم؟ تزاوج وكو بالضبط يعني عوائل ماخذه تزاوجه من الكويت والكويت ماخذه من البصره يعني انت نلاحظ البصره والكويت قطعه من البصره هي. صح. صح. اليوم احنا فرحانين يعني كلش فرحانين من هذا التجمع الخليجي. تمام حياك الله. شلون الست؟ اهلا. ما طالعة قبل اللقاء؟ لا لا ما طالعة. ما طالعة هاي اول مره. ايه. بنات البصره حابات هذا الجو لو مو يوم الطوبه؟ حلو. هو يوم الطوبه بس ما حد يخلينا نطلع يقول الزحام وهوسه وكل شباب. اها ممنوع عليكم الطلعه. اي ممنوع علينا اللعبه. والله هذول الرجال ظلام. مو ممنوع علينا الطلعه وانما البطاقه صارت غاليه. اي ما موجوده مو متوفره البطاقه فعلا. كانت 15 واحد يقدر يطلع بس هسه اقول لك بالاوراق صارت. اي 200 وصلت 200 دولار يعني هذا حديث. زين المفروض احنا اهل البصره بلاش. اي لا والله هاي حقكم شنو قليله. زين شنو اللي تشوفين الشوارع اليوم الزينه باعلام خليجيه سيارات تحمل ارقام خلايجه هذا كطابع بصراويين تحديدا تحسون الفخر انه انتم صرتوا سبب رئيسي بجمعه العرب والخلايجه تحديدا؟ اي اكيد يعني حتى ستورياتنا منشوراتنا كلها يعني ترحب بيهم بالخليجيين اغلب شيء. حتى الطلاب هسه احنا بالجامعات وهاي يعني اغلبهم مشاركين بحملات للترويج عن الجانب البطولي يرطفون الملعب ويستقبلون ضيوف. حلو. يعني هواي اكو طلاب ويانا مشاركين. يا طالبه جنابك؟ طالبه هندسه. هندسه؟ ايه. هندسه شنو؟ هندسه كهرباء. هندسه كهرباء مهندسه كهرباء. ايه. شلون الجانب الدراسي بالبصره؟ حلو؟ والله كلش صعب. صعب؟ كلش. ليش؟ الاساتذه صعبين؟ اي الاساتذه كلش يعني ليش؟ معقدين الماده. ليش دكاتره؟ ليش؟ والله يعني بحيث يعني كلش يكرهونك بالماده والله العظيم. شنو اكثر ماده ما تحبيها؟ صعبه مو ما تحبيها؟ مكائن. مكائن؟ ايه. اها يعني بس لا ضعيف تاخذي ضعيف ضعيف ضعيف. يعني انا سعي بيها 9 العام. اها. وش قد درست ايش قد درست ما نجحت. اها. انت ما حابه هو الدكتور يعني معقد الماده كلش. تحياتي للدكتور مال الماده وهالبنوته هاي تحكي هيك شيء وما تدري بعدين تتعاقب. لا طبعا.
تحياتنا لكم ان شاء الله، ونتمنى لكم ان شاء الله يوم جميل ان شاء الله، وحياكم الله. اهلا وسهلا بقناة الفلوجه. فلوجه اهلا وبهلها بهل البصره. يسلمك ان شاء الله. يسلمك، شكرا جزيلا لكم وحياكم الله. خلينا نتجول ونشوف بقيه شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله، تعال عمودنا. حياك الله. شلون البصره، شلون امورها؟ والله البصرة جميلة بوجودكم يعني. الله يحفظكم. حلوة البصرة. كلش حلوة. مو؟ حلوة كلش حلوة. حلوة بأهلها وناسها وباللي موافدين لها إن شاء الله. خليجي 25. خليجي 25. وضح. خليجي 25 جمع الناس اليوم. أي شيء أكيد. مو؟ شيء أكيد نعم. اليوم هذا التجمع الخليجي العربي يدل على أنه أكو أهمية كبيرة جدا لهذه البطولة. نعم نعم. صحيح؟ هو محفل كبير إن شاء الله. زي. يعيد البصرة ويعيد العراق إلى للاحتضان الاخوان الاشقاء من الخليج، وهذا يعتبر محفل يعني احنا من زمان ومن بعيد احنا يعني نتمنى هذا الشيء. اكو انتظار شيء اكيد. شيء اكيد صار لنا 40 سنه احنا بعيدين عن اخواننا. صح. هذه اللحظه ان شاء الله قربتنا، وان شاء الله تقربنا اكثر واكثر. رسالتك لاخواتنا اخواننا الخلايج تقول لهم؟ والله اذا ما شيلهم عيوننا روسنا شيء، وإذا مو عيوننا وروسنا قلوبنا مفتوحة. الله يحفظكم. وبيوتنا شيء أكيد مفتوح. حياكم. أنا ما أنصحهم، هم أقول لك ما أنصحهم، خلي يسوون كنز يكنسلون من الفنادق، خلي يجون يسكنون عندنا بالبيوت. والله العظيم. أحسنتم، شكرا لكم. والله العظيم. هاي ضيافة حلوة من العراقيين عموما. البصرة. هاي إحنا مو بس البصرة، أنا أحكي لك إحنا كل العراق كله هذا يعني. صح. من صح. من زاخو. وهاي البطولة نصر بأي محافظة أيضا تلقى شيء أكيد. شيء أكيد إحنا الأنبار والفلوجة وكردستان وبغداد وجميع المحافظات العراقية بعد يمكن أكثر من البصرة. وش نقول؟ نقول خليجي. خليجنا 25. خليجنا 25. خليجي واحد. حياك إن شاء الله. حياك. شكرا لك. ممنون. السلام عليكم سيد. شلون تشابه؟ الله يحفظك. من البصرة؟ نعم. شلون البصرة؟ والله البصرة أجواءها وهاي السنة مرت علينا إن شاء الله بالخير والصحة والأمان والسلام علينا يعني، ونتمنى الخير إنا وولدنا والعالم كله. أيوة. زين اليوم أنتم كبصراويين فرحانين بهذا الاحتفال؟ أي والله كلش فرحانين، لأنه البصرة يعني احتضنت العالم واحتضنت الدول العربية كنا نتبناه يعني بصراحة يعني. البصرة هسه إحنا فخورين، والفنادق يقولون مقبطة، احنا بيوتنا كلنا يعني مرحبين. والله بيوتكم وفنادقكم قبطت يعني. بعد وين قبطت المطاعم يعني، احنا نفتخر. صح. احنا نفتخر والله. لكم لكم الحق لتفتخرون. والله نفتخر يعني بيوتنا وشيتنا كله على راسنا. الله يحفظكم. مع هذا هم يعني رايدين الفوز مو طبعا. هو دول عربية طبعا مشيت تتمنى الشيء. اي والله الحمد لله. اليوم حتحضرون الملاعب لو حتشوفوها برا؟ والله أولادنا يعني أقربائنا يعني يرحون، بس إحنا يعني شوفوها من البيت. طبعا بالتلفزيون يعني متحضيحنا قبل أسبوع. هو حيصير أكو بث للعبة مباشر. نعم. مباشر حتوصل لكل القنوات. نعم. العراقية. نعم. ويوصلكم إن شاء الله. والولد همينا برا وهمينا مسجلين يعني يرحون للملعب. وشو نقول؟ نقول هلا بالخليج. هلا بيهم على راسنا. حياك الله. الله يسلمك. شكرا لتحياتنا العائلة الكريمة. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام حبيبي. شلون الصحة؟ حبيبي هلا حبيبي. شلون الشباب؟ الحمد لله حبيبي. أنا من حديثة. حياك الله. حيا الله حديثة. حيا حبيبي. ما شاء الله من كل مكان جايين. اي طبعا احنا نفتخر بهذا الشيء الحلو، ونشكر أهل البصرة على الاستقبال اللي استقبلونا به والنعم منهم، يعني استقبال حلو، فعالياتهم كلش حلوة مرتبة. حلوة. حلوة البصرة. تشوف أنت اليوم هذا هاي الاحتفال الكل محتفلة، مو محافظة لا ولا مدينة. لا العراق كله احنا طبعا شمال جنوب وسط. احنا طبعا حبيبي احنا طبعا يشوفون هيك، احنا نمثل العراق، نمثل يعني احنا اهل الانبار. من اجينا بمحافظتنا الثانية، احنا المفروض كلنا ننقل شيء حلو عن صح البصرة وعن العراق. حسيت اليوم جاي من حديثة. شفت من حديثة. شفت البصرة شلون تعاملة وياك عملتهم ونشكرهم. احنا نشكرهم على هاي العملة وعلى هاي الاستقبال، وسهلوا الدخول مالتنا. صار لك كم يوم هنا؟ أنا صار لي يومين هنا. صار لك يومين؟ إيه إجيت صار لي يومين من حديثة. شنو المواقف اللي قدامك صارت بالبصرة حلوة؟ والله تذكر كل شيء بيها حلو يعني. استقبالهم حيل حلو يعني، ما استقبالهم ناسها طيبين. اللي يعني إجينا للفندق قالوا لا ما تدخلون فندق، تجون يمنا. كل واحد يقول هذا بيوتكم، استقبلكم إحنا
صح. احنا نشكرهم على هذا حياك الله والنعم منهم من هذا. شكرا جزيلا وبارك الله فيك. شكرا حياك الله وحيا الله حديثه. السلام عليكم استاذ، شلون الصحه؟ الله يسلمك. السلام عليكم، شلونك؟ ورحمه الله على حبيبي. من وين؟ الله يسلمك. فلوجه. نعم نعم، شلون اموركم؟ ما شاء الله اليوم باقه ورد. الله يسلمك. كلنا متجمعه. من الفلوجه صار لكم جد هنا؟ والله اليوم جينا الصبح. اليوم جيت؟ اي الصبح جينا. وين تغديتوا؟ ادينا جماعه معزبينا. والله معزبيكم. اي والله خربوا بالعزيمه هواي والله. يعني سووا شيء ما متوقعين. اي والله البصره ما فخر والله. والنعم منهم ونشكر على العزوبيه اللي قدموا لنا اياها، يعني شيء تفاجئنا به والله. شلون اثنين التقوا ببيت واحد؟ الفلوجه والبصرة. احنا اربعه اثنين معازي. لا لا اقصد ديرتين. اي لا الحمد لله ديرتين اهل العزوبيه. اي لا ما شاء الله، يعني شيء والله ما كنا متوقعينه، ونسال الله ان يحفظهم ويديم لهم. ويا موجود بس يدورون على بضاعه تذكرات طن باكر. ويا خطي هو حاير بيني. من هو؟ البصراوي. البصراوي. اها هذا قاعد يدور لنا بطايق. والله خطيه يدوركم بطايق. اي والله خطيه. الله يحفظك. اي والله. هاي هاي الخليجي لو صار بالرمادي نفس الشيء مو؟ والله طبعا هذا الكرم مو نفس. أيوة. الكرم موجود بالرمادي. اي لا الحمد لله ماكو ان شاء الله فرق. وين خليجي المعزم؟ معزمينا ودكتور مروان. يلا حياك الله. وين ابن البصره؟ وين ابن البصره؟ ابن البصره يا خليجي. تعال 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 بصراوي. هسه غير نقول خليجي بصراوي. تعال تعال. لا ما تحكي ما تحكي ما تحكي. تعال نسلم عليك. سلمون علي. شلون الصحة؟ قواك الله. بصراوي. بصراوي. والنعم. نعم. اليوم خليجي بعد خليجي خليجي العراق خليجيكم تحديدا. كنا على الراس. ماكو فرق. قاعد تفطر على بطايق لهم؟ اي والله. حصلت له وعدك؟ ماكو جاي على الدور. قاعد تدور ما تلقى؟ اي والله. اها. وتريد تخليهم يشوفون اللعبة؟ شيء أكيد. مو؟ شيء أكيد أهلنا ذول. أهلكم. إيش قد ضيافة العربوي؟ ضيافة العربوي؟ البيت لبيتهم. الله. والله. والنعم. مفتوحة ضيافة العربوي. اليوم اذا بقى هذا العربوي يمك 11 يوم ولا 12 يوم للبطوله؟ خليه شهر. والنعم والنعم. انتم نقلتوا رساله البصره، نقلتوا صوره حلوه. نعم. كل العالم مو للخليج. نقلتوا نعم. صوره كبيره جدا، يعني الناس متفاجئه بكرم اهل البصره. نخدمك كثير. بارك الله فيكم وبيك اكثر. هذا من حسن طيبكم واخلاقكم. تسلم. تربيتكم الصالحه. تسلم. شو نقول للخلايج همينة؟ اهلا وسهلا بهم. البصره بصرتهم والبيوت بيوتهم. والنعم. هسه تنورونا. مضيف من الفلوجه. من الفلوجه. لا هسه شفت لك في الاربعه من الخليج شلون؟ هلا بهم. ويا اهل الفلوجه. ويا اهل الفلوجه. والله والنعم. والله. فخر. حياكم الله وشكرا للبصره. وين الدكتور؟ وين الاخوان؟ تعال. حياك الله، شلون الصحه؟ السلام العزيز. ألف هلا. الله يحفظك. طبعاً أنا من الفلوجة. حدث رياضي مهم في يعني العراق أجمع محافظة البصرة بشكل خاص. إحنا محرجين من كرم الضيافة اللي قدموا بها أهلنا بالبصرة. صراحة إحنا فرحين نشوف العرب اليوم كله موجودة بمحافظة البصرة. هذا يدل على التآلف والوحدة العربية ووحدة العراق، ويعني ذوبان جميع المشكلات الاجتماعية تحت غطاء واحد وغطاء الوطنية والوحدة العراقية، وهذا هو العراق الواحد. هاي البطولة. نعم. نعم. عرّت الطائفيين. نعم. عرّت التجار. نعم. جسدت الوحدة الوطنية، ومثل ما تفضلت إنه عرّت الطائفيين والتجار اللي زايدون على وحدة العراق. هي. فإحنا اليوم نشوف إنه العراق موحد، كل أطياف الشعب العراقي موجودة اليوم، كلها تغني باسم البصرة، كلها تغني باسم خليجي 25، كلها تغني باسم العراق، وكلها تغني باسم الوطن العراقي. ابن الفلوجة شو يقول ابن البصرة؟ طبعاً محرجين جداً مثل ما قلت لك من كرم الضيافة. ونشكر أهلنا بالبصرة على هذا الاستقبال الرائع، وكذلك نحن صراحة ما نعرف يعني شعور مرات يكون التعبير عن كيفية الوصف اللي الأشياء اللي قامونا بها واللي قدمناها قدموها لنا. فإحنا صراحة نكون هذا العراق واحد، وهذه هي الصورة المصغرة للعراق. كل استفاد من خليجي 25 وكل الأشياء موجودة في خليجي 25. نتمنى يعني حياة كريمة لمحافظتنا البصرة، وإن شاء الله نشوفها يعني بأبهى صور وأجمل صور إن شاء الله. وهذا هو نوصل صوتنا وصورتنا للعالم العربي. إنه هذا العراق، إنه هذه وحدة العراق، إنه هذا العراق وجمال العراق. شكرا لك. شكرا لك. حياكم الله. حياك الله. شو نقول للخلايجة؟ اليوم العربي باعوا علينا والخليج باعوا علينا. نقول لهم حياكم الله بين اهلكم وناسكم، وهذا العراق هو بلدكم الثاني وبيتكم الثاني، اللي مثل ما انتم شفتوا بلدكم الام هذا هم بلدكم الاخ. ماكو خوف عليهم؟ لا طبعا ماكو خوف، واحنا ان شاء الله هنا موجوده القوات الامنيه وموجوده المحافظه بكل اصناف بالقوات الامنيه مالتها، هي لحمايه الشعب العربي الجاليه والعراقيين. الفوز مهم، فوز المنتخب العراقي مهم، وخسارته لو
الخليجي نجاحه؟ لا اكيد نجاح الخليجي بالدرجه الاولى. ثانيا احنا نتمنى وندعي انه البطوله تكون خليجيه عراقيه، خليجي 25 ان يكون عراقي، لكن هي انجاح هذا الخليجي هو ايصال صوت للعرب وللعالم بصوره. حياك الله، شكرا لك، شكرا لكل اخواتك وربعك، شكرا جزيلا. من البصره، من مول بصره تايم سكوير، هذا حديث متنوع ويا اهلنا وناسنا، مو البصار وتحديدا، لا عموم العراق اللي تواجهنا معاهم وتحدثنا معاهم من كل المحافظات، شفنا الناس متجمعه بالبصره. من البصره حياكم الله، ابقوا يانا. حياكم الله مجددا من مول بصره تايم سكوير، حديث متنوع مع السادة المواطنين من خليجي 25، مستمرين وياكم وحياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون الصحة؟ والله تشرفنا ما شاء الله تبارك الرحمن. حياكم أجواء ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيكم العافية. ما الله يعافيك والله. خليجي 25، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم إن شاء الله علينا النعم وعليكم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، ويتم علينا هذه ما شاء الله يعني أنوار ما شاء الله تبارك الرحمن. ونشكر جهودكم هذه الطيبة، كل من ساهم معاكم كبير ولا صغيرون، وتشرفنا والله. كل يا هلا ومرحبا، الله يسلمك. كل اسم كل الخلايج وكل اخوتنا الخليج، الله يسلمك، كل اسم عراقي اليوم يقول لكم هلا ومرحبا. والله صراحه احنا ما كنا نتصور ان هذه الاجواء الحقيقه. اها بالله ايش كنتم متصورين؟ امان ما كنا، الله شاهد ما كنا. يعني اول شيء انه امان ماكو، هاي الرساله كانت توصل. اي ما كان امان. يعني عند كل الخليج ان العراق ما بي امان، بيئه خدمات يعني نشوف بالتلفاز، يعني زي ما تقول ما كنا نتصور انه هذه الحياه الطبيعه اصلا، كنا نتصور انه اي واحد. كنتم متصورين انه العراقيين يعني احياء ميتين احياء، ما اي يعني ماكو ما شاء الله تبارك الله. يعني كنا نتصور انه ماكو امن، يعني اي واحد يعني مثل ما تقول يجي من اي دوله يعني ممكن ما يرجع، ممكن يهدد بي او يختطف او كذا، يعني تسليب، خطف، نهب، جوامع، سلاسل. صار لك كم يوم استاذ؟ 8 ايام. من وين جنابك؟ من الكويت. الكويت حياك الله وحيا الله. الله يحييك، الله يسلمك. هاي 8 ايام ايش شفت؟ والله ما شاء الله خير بخير ما شاء الله. على العزوبيه ما حد ضايقك؟ لا مستحيل، ما سمعت كلمه سيئه من العراقي؟ لا اقسم بالله. لا بالله الكريم، وانا عندي اصدقاء وقرايب، بس سبحان الله كنا مبتعدين يعني صراحه. زين، شنو اللي الموقف اللي في بالك طابع جميل؟ ولا صراحه ما بدي ارد. ايه شنو اللي ببالك؟ اقسم بالله ما بدي ارد اصلا. ما بدك ترد الكويت؟ والله لا بالله. اها اي الله شاهد. حبيت البصره؟ اي ما شاء الله، حتى ما شاء الله اكل خبز شيء جميل، يعني هذا الخبز ما عندنا. ما عندكم هذا الخبز؟ لا لا. زين انا استاذنا خلي نسولف ويا حجيتنا، يوم الله يسعدك. شلون تشابه؟ هسه احنا عندنا اخونا من الكويت. اهلا وسهلا، حياك الله. شو تقولين للخليج؟ هاي قدامنا. والله اقول لهم عين غطا وعين فراش الكم. ما قصرتوا. اي والله، واذا ما تشيلكم البصره شيلكم عيوننا. وحنا سالمين والله ما قصرتوا. والله فرحانين بهذا العرس، يعني ما شايفينه. الله يبارك فيكم. الله يخليك. ما شاء الله سيدكم قبل لا اشوفكم، الله شاهد. الله يخليك. والله نسال الله سبحانه وتعالى انه يتم عليكم الامن والامان بس. اي والله جزاكم الله خير، ويتم عليكم ان شاء الله بالافراح والامن والامان. اكو علاقات طيبه بين البصره والكويت؟ اكيد. يعني اكو قرب جدا بالعلاقات العائليه وحتى المسافه. خصه سفان، يعني عندنا حدود العراقيه الكويتيه بسفان، حدود العبدلي، عندنا ناس تواصلنا معهم على طول. اها على طول. اي نعم، احنا في حاجات تطب من الكويت للعراق للمزاد او بيع وشراء، اكو يعني نروح نرجع، بس ما قلت لك ما عندنا تواصل قوي او زي. نروح نرجع على شنو طول. حبيت اكله بصراويه عراقيه، حبيت اكله عراقيه كلش. دولمه احب الدولمه. بصراويه مشهوره. دولمه البصراويه والله زين. حامضه حلوه لو مالحه اكلتها؟ لا مالحه وحلوه سوت. اي اثنين حامضه حلوه هي اللي تجنن. زين حبيت المالحه على حديها. زين هاي الكويتيين يسووها، امهات الكويت يسوون الدولمه. اي بس مو هيك والله صراحه، مو نفس الطعم. لا مو نفس الطعم. مرقه السوق عندكم كلش حلوه جميله. اي اكيد التشريب يقصد تشريب بالبصراوي. تشريب اي احنا هنا اكو قرب بالاكل همينه، هاي الهبيط والولاء موجوده بالكويت. احنا نشوف كنا نشوف بالتلفزيون، وكنا نتمنى سبحان الله انه نعيش اللحظه. الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى تمام متمم علينا وخلانا نجي والله.
حياك الله. الله حيا الله الكويت باسم البصره وباسم العراق. نحيي الكويت وضيوف الله يرحم والديك. انتوا اهل الدار مضيوف. الله يسلمك. حياكم الله خير. شكرا استاذ. ممنون. حياك الله. الله يبارك فيك. شكرا. يوم خرج كلها فرحانه بالبصره. اي والله عندنا عرس احنا. عرس يعني هاي راح يقوم 18 يوم او اكثر. عرس خليجي. نشرف بيكم. الله يبارك. الله يعزك. والله يعني تشيلكم بيوتنا ان شاء الله. يعزك. اليوم الناس بهاي الفرحه تقول انه يا ربي من خليجي 25 يكون اكو باب خير لكل العراق ان شاء الله فاتحه خير للعراق كله يعني بدون تحديد. ما متعاجزين من الضيافه؟ ابد والله بيوتنا مفتوحه يا ريت تشرفونا والله على روسنا. الله يبارك فيكم ان شاء الله بيوتكم عامره. تحياتنا لك امي. الله يبارك. الله يخليك ورحم الله والديك. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. على الصحه. حياكم الله. حياكم الله. احنا من تكريت. والنعم على راسي. اليوم ما بقت محافظة عراقية ما أخذناها، كل المحافظات. شلون هذا التجمع باقي المحافظات بالأول وخاصة البصرة الحبيبة بالنسبة للأجواء؟ الأجواء جميلة جدا ولطيفة، تجمع المحافظات، تجمع الخليج كله والعراق أول إيش. صح. والله يحفظكم إن شاء الله وإن شاء الله تمام على خير إن شاء الله. يبارك بكم. أنا نقدر أستأذنكم أسولف في حجيتنا وأرجع لكم. الله يسعدك يا أبي. شلون الصحة؟ تفضل يا جا. الله يبارك فيك. شلون شمك؟ الحمد لله. من وين؟ من البصرة. والنعم. حيا الله البصرة. شلون البصرة؟ البصرة هي أهلنا، هي أم الخير. حلوة البصرة. حلوة البصرة، ربينا بيها وكبرنا بيها. ولو نروح لأي مكان نشتاق للبصرة. ما تقدرون تعوفون البصرة؟ لا ما نقدر نعوفها بعد، ربينا بيها إحنا. وكل من يجي لها بعد ما يعوفها. والله الناس ما لقيت واحد طب البصرة ذا ما حبه. لا ما يعوفها لأن أهلها طيبين. هسه احنا حتى كادرنا شباب المصورين عشقوها للبصره، قالوا يا ريت نبقى بعد البصره. ايه احنا البصره يا اهل يجيها ما يعوفها. اي والله حلوه. لان هي ام الخير، هي اللي وقفت حتى بالتوقف بالمواكب، هي التوقف اهل البصره. اهل البصره هم شوفوا المواكب يغطي خير المحافظات كلها من اهل البصره. صح. اهل البصره غير شكل ترى. شد بترحون المحافظه تلقون مثل اهل البصره. زين اليوم شو نقول لاخوتنا الخليج؟ شو نقول لهم؟ نقول لهم اهلا وسهلا بكم. البصره بيتكم الثاني. البصره بيتهم الثاني وان شاء الله نستقبلهم. ما البصره ما تضيع، توسع لكل العالم ان شاء الله. يا رب يا رب واسعه بخيركم وطيبتكم واسعه ان شاء الله. مشكوري. شكرا امي. والله يبارك فيك. شكرا جزيلا. شكرا. حياكم الله. تكريت شلون تكريت؟ احلى صلاح الدين عموما. صلاح الدين زينه، حيل زين. اها. كامن وامان واستقرار حيل زينه. كاعمار زينه الحمد لله. وشو صار لكم؟ ايش قد من جيتوا؟ احنا لسه متواجدين هنا. ما شاء الله. ايه زين خلينا نسولف، شنو اكثر موقف حبيتوه او شفتوه طبع بذاكرتكم حلو بالبصره؟ لو بالبصره اول فقره كرم اهل البصره. اها. يعني والله من احكي لك اول ما فتنا محافظه البصره بس سمع بينا من غير محافظه اليوم يمنا، اليوم ما تطلعون، اليوم عشاكم يمنا، باتون يمنا. هذا الشيء رسم صوره يعني بصوره عامه على الوطن العربي وعلى كل العالم انه العراق مضياف. صح. ناسه واهله وشعبه يحبون الضيف، يقدروه، ينطوه مستعدين ينطوه مي العين على مود بس انه يحسون انه احنا مو هاي الصوره المحلوه المرسومه عليها. صح. احنا غير شيء، احنا ناس نحب العالم، نحب نقدم ضيافة للعالم، نحب نشوف العالم تفرح بفرحنا، يعني احنا هاي الصوره اللي نوصلها للعالم، وان شاء الله من خلال هذا كاس الخليج واللحمه العربيه يا رب ان شاء الله يتممها على خير وتوصل رساله اللي احنا نريد نوصلها للعالم. صح. ان شاء الله. حياك الله. السلام عليكم. هاي المناسبه وهذا الكرنفال العرس العراقي الخليجي نجحنا بانه نطلع العراق بصورته الحقيقيه، صورته حلوه. نعم نجحنا. هي البصره مو اليوم البارحه، يعني هي البصره من البدايه ما هي المضياف وكل اطياف الشعب العراقي يعني. فالبصره معروفه يعني، فهسه خليجو هي ما صار فد شيء جديد يعني بالبصره، هي البصره معروفه يعني. نعم. الكرام والمضياف الكل اطياف. شو تقول لاخوتنا الخليج؟ والله كل الهلا بيهم وخلي يشوفون العراق ان شاء الله يعني امن وامان. حياك. ويرجع احسن من قبل. حياكم والله. احنا نشكركم وممنونين. حياك صلاح الدين. شكرا جزيلا. خلي نشوف اخواتنا الخليج.
حياكم الله، قواكم الله. الله يقويكم. اهلا بكم بالبصره. يا مرحبا وسهلا. مرحبا الحمد لله. طيبين. السلام عليكم. حياكم الله بالبصره. بارك الله فيك. الله يحفظكم. شلون اجواء البصره؟ ما شاء الله اجواء جدا جميله وشعبها عظيم. حياكم. خدمات اخلاقهم العاليه وحسن الاستقبال وكرم الضيافه. حقيقه الضيافه اللي حصلناها هنا والاستقبال يعني ما موجود في العالم كله. قليله بحقكم. تستحقون اكثر. نعم نعم بارك الله فيك. الله يحفظكم. نعم. من وين؟ من سلطنه عمان. والنعم. انا عرفت من سلطنه عمان من زيكم. ما شاء الله. معروف هذا الزي. سلطنه عمان دخلت في قوه للبصره والخليجي 25. نعم نعم. مسانده ما شاء الله. نعم صحيح. هذا يدل على انهم هم فرحه كبيره بالشعب العراقي في البصره. حياكم. باقي كاس الخليج هنا. وين نازلين اليوم؟ طبعاً. يمك ابو علي من البصره. حياك الله ابو علي. حيا الله اصلا كل اللي بيك. عندكم علاقات قبل معاه؟ لا ما عندي. لا منا من البصره عرفته. من البصره. من البصره اكيد. والنعم. والنعم. الله ينعم وصلك الى كل العراقيين عموما. حبيبي. من الفقر طبعا. خطارنا وضيفنا هم. يباكم بيك. اي اخوان. شوف العلاقات هاي حلوه، تقوى العلاقات. طبعا علاقات الخليج اخوتنا 100%. ونعكس طابع لهم، طابع ايجابي وطابع سلام للبصره والعراق عموما. وين لاقيتهم اخواننا؟ على الكورني الشط العرب. بالكورني. كورني الشط العرب. اها. اللي كان بوقته يعني اكو صدفه هم مذيع واقفوا طلب طالبين فندق. الفنادق كلها كانت مقبضه. تمام. اي وبيوتنا احنا كلها مفتوحه. بارك الله فيك. بيوتنا كلها مفتوحه. الله يعزك، بيتكم عامره. شنو اكثر موقف عجبك بالبصره؟ قد موقف طبع بذاكرتك حقيقه. على الكرم. كرم. الكرم، لان الكرم ما موجود في العالم ابدا ولا تقدر تحصل عليه الا هنا في البصره. حلو. هذا اللي الله يحفظكم. الله يعزكم. السلام عليكم. اليوم البصراويين تحديدا ادوا شيء حلو، قاموا بالواجب معاكم، قصروا معاكم. لا لا لا، حشاك مع التقصير حقيقه، كرم وزياده. وهذه الابتسامة الحلوة في هذه الوجوه الطيبة. الحمد لله. هذا ما عقبنا صراحة ونشدينا به. أنا إذا أشوف اليوم إخواتنا الخليج والعراقيين أيضا ما مهتمين منو يفوز منو يخسر. لا لكن اهتمام لهاي اللحظة. نعم. أصلا الكرة القدم هدفها الأساسي التجمع والوحدة. صح. أيوة، بعيدا عن المشاحنات والمشادات وهذا. صح. فقط اللهم هذه الابتسامة والشعب والتعرف. صح. على الحضارة. حضارة وخصوصا الحضارة العراقية، يعني حضارة مشهورة غنية عن التعريف. صح. شنو الأكلة اللي حبيتوها بالبصرة؟ والله المقلوبة. مقلوبة. مقلوبة. أبو علي موكل وكل شيء. مقلوبة. مقلوبة ودولمة. المقلوبة طيبة. العراقية طبعاً. مالتنا القديمات. معروفات. المقلوبة حبيتها؟ حبيتها. ما موجودة بسلطنة عمان؟ موجودة لكن طريقتها شوي تختلف. تختلف. أيوة. أيوة. شوف العراقيات طباخات ماهرات. لا ما شاء الله. مو؟ ما شاء الله عليهم. الله يحفظكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شو تقول للعراقيين عموما البصرة؟ شنو رسالتك لهم؟ أقول لهم صراحة إن نحن متفاجئين جدا يعني من هذا الكرم الكبير اللي رحنا كثير من الدول يعني، لكن ما شفنا مثل هذا الشعب صراحه. الحمد لله. وادعو الجميع الى الحضور للتشجيع في هذه البطوله. اكو بعض الدول مو نازله بقوه مثلكم مثل الكويت. شو تقول لبقيه اخواننا الخلايج؟ نقولهم تعالوا، الدنيا امان، الترحيب والناس كانها اهلكم. اذا ضاقت عليك بلادك تعال البصره. هاي البصره يقول لك انا مو بصراوي بس. نعم. البصره يقول لك حي الله من يانا. حياكم الله ان شاء الله بالبصره. نعم. وحياكم الله من بصره لبغداد للرمادي كل العراق ان شاء الله، ديالى للناصريه، بيوت العراق كلها مفتوحه. صح. بس ابشر واشر، قول بيدك وين اروح. هذا اللي لمسناه نحن، سمعنا وكنا ما مصدقين يعني. هي. لما وصلنا هنا شفنا العقاب من الكرم والترحاب بشكل غير طبيعي. حياك الله. حياك صراحة الله. حياك الله. شكرا لك. ما يوفيكم الشكر. ولا واجب. كلمة الكرم هذه اعتبرها انها قليلة. الله يبارك فيك. واجب. انا اشكركم. حياك الله. شو تقول بعد اخوتنا الخلايجة؟ انا والله اقول لهم تعالوا للبصرة. تعالوا، هلا بيكم. اي هلا بيكم. عين غطا وعين فراش. هاي 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 كلمتنا وكلمتكم ان شاء الله. وهاي كلمة العرب عموما. اي والله. نعم. هاي اليوم من باب الكرم، من باب الحب للعرب عموما. اليوم انت ما شاهدت شيء سيء بالبصره؟ لا والله. اذا شاهدت قوله، احنا معاك يعني. لا والله ما شفنا غير الرحابه والكرم.
وكأننا بين أخواننا يعني. هذا أبو علي صادفنا اليوم في الكرنيش وكأننا نحن أخواننا ما شاء الله. يلا على طول خلف دخل بيت دخلتوا بيته ودخلنا بيته ما شاء الله. حلو أخونا يعني صار أخونا. أنا أشكركم جزيل الشكر. كل اللي صادفنا حقيقة يعني نفس أبو علي يريدنا معه يريدون يأخذوكم من أبو علي أبو علي ما يقبل ما يقبل. حياك الله أبو علي. إحنا نشكرك أيضا باسم قناة الثلوج على حسن أخلاقك وضيافتك لإخوتنا دول. تسلم هذا واجبنا إن شاء الله. بارك الله بك. شكرا لكم وشكرا لسلطنة عمان. كل أهلا بكم وشكرا لقناتكم. شكرا أبو علي. أمين إن شاء الله الفوز عماني إن شاء الله. هلا إن شاء الله. أبو علي اختلف عليك. أبو علي اختلف عليك. والله إن شاء الله الفوز لكم. بنفوز على أبو علي. والله الفوز لكم وتستاهلون. ان شاء الله تعادل على مود النظر الطرفي بس ايه وصل تعادل وين اخوي فوزكم وفوزنا احنا بوجودكم هذا بس احنا فوز. نحن نقول هذا الكلام على اساس انه يكون الحماس والتشجيع شيء يرفع يلا لا هم من حقكم تشجعوا منتخبكم لا حق هذا واجب فوز عراقي لا عماني حياكم الله ممنون شكرا جزيلا لاخواننا العمانيين شكرا خلينا نشوف بقيه عوان يلا حياكم هلا هلا ومرحبا السلام عليكم أنا السيد. السلام عليكم. شلونكم؟ من وين جنابك؟ من البصرة. هلا بالبصرة. أهلا وسهلا. شلون نسوان البصرة؟ سبعيات. معدلات. قويات وهات معدلات شلون يشوفون خليجي 25؟ والله كلش يعني فرحانين فوق ما تتصور. يعني أول مرة نشوف هيك فرحة بالبصرة. نشوف التنظيم، الاحتفالات، الاستقبال، شيء مو طبيعي يعني. حتى قبل لا يجون الناس كلها فاتحه بيوتها ومنتظرتهم جيد أيه. يعني النساء ما متعجزات لا ابد ابد بالعكس لا بالعكس نرحب بيهم احنا جيد. نحب الضيوف والناس هم تحب البصره أيه. اليوم انا ما شفت واحد ما يحب البصره اي صحيح شلون والله الاجواء كلش حلو حلوه الاجواء اي كلش حلو زين شنو اللي تقولي له اخواننا الخلايجه والله نقول اهلا وسهلا بهم منورين البصره والبصره بعد ديرتهم منورينا والله يدللون هي ايام ويخلص الخليجي فتحبون انه تقولون انه هلا بالخليج بكل وقت لو بس أهلاً على وسهلا بكل وقت ينوروني مو اي اهلا وسهلا زين اليوم اذا جت عائله كبيره ضيفوها خلاجنا اكيد تقدم للبيت اكيد مفتوحه اكيد مفتوحه كل الخليج هسه امشوا ويانا اهلا وسهلا الله يبارك فيكم والله على راسنا أهلاً شكرا وسهلاً لكم بيكم. تحياتنا للبصره رجالا ونساء الله يسلمك شكرا سيد نورتونا حياكم الله حياكم الله شوفوا هذا الكرم كرم البصره كبير جدا نساءهم كبيرهم صغيرهم رجالهم اطفالهم كلهم يكرمون فالكرم موجود الكرم شمره بالبصره مو تعليم يعني مو هاي عاده عندهم يسولفون بها الكرم واضح السلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله ذات فلوجه فلوجه الله يسلمك من وين احنا من اهالي النجف والنعم حيا الله النجف مدينه الله يسلمك الله يحفظكم حياكم الله الحمد لله على سلامتكم سلامتكم وتوصلوا صوت الناس والاهل البصره والمحافظات حياكم شلون شفتوا اجواء والله البصره يعني ناس اجاويد وكرم قديمين هم مو اليوم ولا امس يتعدد الكرم مالتهم والجود مالتهم وفاتحين بيوتهم لكل الخليج واهلا وسهلا باهل الخليج بين ما اجوا صح الله يحفظهم واحنا لعبتنا وياهم ان شاء الله الفوز هو ما حد يحكم الفوز غير بس الطوبة يعني الوقت مالتها بس شنو؟ الوقت مال الطوبة لا يعني. بس شنو؟ مو هاي الكلمة هاي نجفية الطوبة يعني. هي. حتى نركز ويا هاي الطوبة هي. لأنه هي حظ مو كل من يقول إلي ولا كل من يقول لغيري احنا نكيف لكل الخليج ولا منتخبنا واحنا نكيف الفوز قبل منتخبنا ونكيف لضيوف الخليج لأن الخليج ضيوف عندنا صح كنت انا من النجف وكنت من العمارة ومن البصرة ومن الناصرية ومن الفلوجة ومن الأنبار اهلا وسهلا بهم بيوتنا مفتوحة لكل الخليج حياك الله واحنا لازم يعني نشجع منتخبنا هم يستحق ابطالنا ابطال المنتخب العراقي هم يستاهلون نشجعهم منتخبنا احنا جاي على مود من جايين احنا جايين وقاطعين مسافات صارنا ثلاث ايام هنا احنا جايين جمهور من النجف ومن خارج المحافظات كلها جاي زين سؤال منو يسمي طوبة؟ أهل النجف لو بعد غيركم؟
لا بس النجف، أهل النجف وأهل كوفة. فإذا سمعت عراقي قال طوبة قول هذا نجفي. لا لا كوفاوي. كوفاوي تحديدا مو؟ إي مو الكوفاوي والنجفي اكو بيناتكم بين لهجة عن لهجة تفرق. الأغلبية الكوفة. بس دقيقة كلمة نسيتها. خي كوفاوي. هلا خي. هلا خي مو؟ كوفاوية. النجف لا مو خي. أخوي. حبيب. حبيب. إي بابا. الفرق بين النجف والكوفة. خي الكوفة. والنجف اهلا وسهلا بك هاي منو اللي يقولونها المحافظات خارج الكوفه الارياف اي القرى والارياف صح الولايه من تقول له يعني من تقول له احنا نقول له سمي الحجي هم لا حجي اكو فرق اي من يقول انا منين يقول انا من المدينه من المدينه هذا من المدينه من الولايه القديمه قديمة. اهل السور حلوة العراق حلو ترى هو العراق فيها لهجات مختلفة لا وليش اسال على اهل الانبار والموصل بينات فرق اللهجة همية فرق وبغداد بغداد بغداد محافظة على محافظة اختلاف صح يعني ابو الكرادة يختلف عن ابو زيونة ابو زيونة يختلف عن ابو المنصور ابو المنصور يختلف عن ابو الحارثية زين تعرف لهجة ديالة بيش متميزة ديالة اول شيء ديالة يعني كلام حلو كلمة العجل لا لا ديالة حلو لهجة اكو ما بعس انت قلت الطوبة بس اهل الكوفة يعني منجف الكوفة بس اهل ديالة هم وحدهم يمكن يوحدهم يجرون بالكلمة ديالة كلامهم حلو شلونك عيني بارك مبارك تحياتنا لهجة اهلا وسهلا تحياتنا حياكم الله شكرا لكم تحياتنا نجف تو نجف لو كوفة هسه احنا جماعة من الكوفة كوفة مو وانت من النجف من النجف حلو هاي تعدكم فريقين لو فريق واحد بالاخير لا فريق واحد احنا كلنا فريق واحد بس احنا ملتمين من كل المكان يعني الكوفة الكوفة وهمين مرات يشمر بالحكي على النجف والنجف يهمين لانه هو حاشون بيناتهم هو الاصل اصل اصل الشيعة الشيوخ واصل العشائر هي من الجنوب هي من الجنوب اي بس انت شوي عندكم هيك اكو مشاحن بينكم لا ما عندنا ما عندنا مشاحن احنا وين الكوفه اهل النجف صدقناهم صدقنا ما يقدروكم ترى ما يقدروكم اهل النجف توكل على الكوفه وين عاصمة العراق سابقا اي بعد الكوفه ما كانت اكو كوفه ونجف هي ما كانت اكو كوفه ونجف هي الاصل الكوفه يعني بيت امير المؤمنين هو بالكوفه مسجد الكوفه فعلا يعني قبل بينك ونجف وكوفه صح ها احنا نشكركم تحياتنا للكوفة وللنجف ولكل الأقضية ونشكركم على هذا الصوت توصلونا وأهلا وسهلا لكم تحياتنا حياكم الله نورتونا شكرا جزيلا من مول تايم سكوير هذا الحديث وهذا الجمال أنا اليوم مستمتع جدا بصراحة حلقة كلش مرتاحة نفسيا بيها حلقة كلش فرحان بيها لأن يعني شفت فالجمال عراقي فباقة ورد حلوة أتحدث مع ابن الغربية أتحدث مع ابن النجف أتحدث مع المحافظات الوسط والفرات الأوسط والجنوب هذا الحديث من البصرة من مول بصرة تايم سكوير حديثنا وحوارنا مع أهلنا وناسنا حياكم الله مع السلامة